لا حاجة لي بها مع طالب أدرك سلوكه وقدراته. بهذه الكلمات رد مدرس العاهل الأردني الراحل على والده الملك الراحل طلال بن عبد الله الأول حينما أحضر له العصا ليحاسبه على خطئه عندما يخطئ. لكن المفاجأة كانت في جزاء المدرس للحسين في الجامعة من دون ذنب اقترفه. فما القصة؟ بدأ حياته العلمية كأي طالب يريد أن ينهل من العلم ما يصبو إليه، فالتحق العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال بالكلية العلمية الإسلامية في جبل عمان. لكن على ما يبدو أن والده الملك الراحل طلال بن عبد الله الأول كان يريد أن يجعل ابنه من أنبغ الطلاب وأكثرهم تفوقاً، لذا اقترح على مدرس الحسين أن يحضر إلى القصر حتى يعطيه درساً خاصاً. فحينما دبت قدم المدرس داخل القصر وجد استقبالاً مبهراً، لكن ربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فبمجرد أن جلس الأستاذ على طاولة اللقاء مع الحسين فإذا بالملك طلال يعطيه عصاً حتى يحاسب أبا عبد الله إن أخطأ. معلم أراد أن يوضح الأمر للعاهل الأردني الراحل الملك طلال بن عبد الله الأول، فقال له: يا سيدي، لن أحتاج لها مع هذا الطالب الذي أعرف أخلاقه وسلوكه جيداً. لكن الملك لم يبالي بالأمر وترك العصا بجانب المعلم ورحل حتى تبدأ الدروس العلمية، ويخوض الحسين مراحل تلقيه العلم بإشادة من معلمه. رهان بين الحسين ورفقائه الطلاب بالكلية على أنه سيعاقب مثلهم على أي خطأ يرتكبه، فكان رأي الجميع أنه ابن ملك الأردن ولن يحدث معه هذا الأمر، خطة وضعها الرفقاء حتى يستطيعوا تنفيذ هذا الأمر. وأدخل عليها الحسين إتقانه حتى يدخل بالجزاء مع زملائه، فأصر على أن يكتب اسمه مع رفقائه على السبورة حتى ينضم إليهم بالحساب على أنهم مشاغبون، فحاسبهم جميعاً. فيروي الأستاذ أنه اضطر ذات مرة إلى محاسبة الحسين عن ذنب لم يقترفه، فقد راهن الملك الحسين في حينه مع أقرانه طلاب صفه الذين قالوا له إنه لا أحد من أساتذة الكلية يمكن أن يعاقبه، فرد عليهم بقوله: سوى أستاذ واحد، وكان ذلك الأستاذ الذي يروي القصة. ضحكات ملأت أجواء الصف بعد العقاب، فحينما سأله المعلم عن سبب الضحك الذي يطلقونه من أفواههم لم يجيبوه، فضلاً عن أنه منعهم جميعاً من الذهاب إلى تناول وجبة الغداء. لكنه اتضح الأمر أمامه فيما بعد بأن اعترفوا له بالحقيقة وأعلموه عن الرهان الذي نفذوه من أجل أن ينال الحسين العقاب حتى وإن كان عن شيء لم يفعله. صدمة انتابت المعلم حينما عرف بأن الحسين عوقب على فعل لم يؤديه مع أصدقائه المشاغبين، ليظل حزيناً على ما اقترفه بحق الحسين البريء.